بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن مشكله بتحصل في الكتل، كتل السخان بتاع الشاي، وهي ان الزرار ده بيبوظ فبيعمل مشكلتين. المشكله الاولى يا اما بيفضل شغال على طول من غير ما يتفصل بعد ما المايه تغلي، او ما بيشتغلش خالص وبيفصل. ايه الحل بتاعه؟ الحل بتاعه ان احنا نغير المفتاح. ازاي نغيره؟ دوت اللي احنا هنعمله دلوقتي. اول حاجة هنفتحه من هنا، يبقى في حاجة تانية لها مسامير، دوت كبس. يبقى في مسمار بنفكه، طبعا بايظ خالص زي ما انت شايف. وركب الجديد. نقفله تاني بالمسمار. ركب دي زي ما كانت. ونركب ده. كده لو جربنا يشتغل معانا زي شكرا.